سيداتي الاساس سيداتي اهلا بيكم في فيديو على قناه عرب هاردوير. انا مهند وانا هاله وهنلعب النهارده باكمان تشامبيونشيب اديشن 2 بلس 2 بلايرز. هي سان كانت نازله من سنه كده بس دلوقتي ما كانش فيها 2 بلايرز, دي نازله على سويتش بس ب 2 بلايرز. احنا اصلا عرفنا بالصدفه فعشان كده قررنا نعمل جيم بلاي ده حقيقي ثنائي. احنا لحد دلوقتي مش عارفين هنبقى مع بعض ولا ضد بعض. كومبيت ده ضد بعض. بعض بس برضه ده ضد بعض حاسس خلاص يلا ضد بعض. طب انا انت حتى انا متاكد انت مش عارفه بتلعبيها ازاي. لا مش عارفه بس ضد بعض وخلاص. باكمان يعني احنا مش بناكل الجبنه وخلاص. جبنه هي عمرها ما كانت جبنه. ليه مش انا فار؟ انت فار ايه ده بق دي دايره وفيها بق مثلث. فار وجبنه فار. طيب هنلعب انا بلاير 2 يبقى انا الازرق, انت بلاير 1 انت الاصفر. طب حتى ما شفتيش الكنترولز انا شايفها. مش محتاجه اشوفها. ماشي اوكي انت حر انت حر والله. ايه ده؟ برافو عليك. تقريبا الجس النايمة احنا مع بعض ولا اشرب؟ طيب طيب انا طب انت لازم تنقذيني. اعمل ايه؟ يعني معرفش روحيله اعمل اي حاجة. انا مش عارف عملت ايه دلوقتي بس ثانك يو. اوكي هو ايه اللي بيحصل؟ اوكي مش فاهم حاجة بس يعني انا مش فاهم حاجة. تضرب ما احنا لو قرينا ما هو ده اللي انا حتى اقوله. ماشي اللعبة بتخلص امتى بقى؟ احنا المفروض نعمل حاجة بالفراولة دي. ايه ده بس كده؟ المفروض كل ما ناخد فراولة نديها لبعض. ماشي اوكي طيب ادينا عرفنا حاجة اهو. طيب ادي واحدة. ده سنيك ده ولا ايه اللي تحت ده؟ ده هم عمالين يصحوا و انا مش شايف نفسي. انا مش عارف انا ايه. بيجري ورايا جامد بسرعة. بيجري ورايا جامد. طب انا معايا برتقالة. طيب اهو على فكره هيبداوا يبقوا اسرع. ماشي هما they carry over في الليفلز يعني هما تقريبا اللي احنا انا مين؟ هو ايه ده؟ طيب اهو انا معايا تعالي انا مش عارف احنا كام نعدي حتى ولا لا. انا مش عارف احنا بس مش عارفه برضو بس انا حاسه ان احنا بنعمل حاجه صح. طب تعالي نحشرهم. طيب ما بين اهو تعالي انا تعالي ايه ده؟ بس ده فعلا جينيوس يا جماعه. بتكف تاني. ماشي هو انت فين السكور بتاعك؟ هو ليه مفيش كل واحد عنده سكور واحد؟ هنعرف احنا ضد بعض. عملنا مفيش غير وقت خلاص احنا خلصنا. احنا اول ما وصلنا للباص خلصنا. اوكي انا فهمت. اتحداك انت مفيش حاجه. لا فهمت والله. فهي عباره عن مفيش ليفلز معينه, هي مجرد ليفلز كتير قوي وتايم. ماشي وكل ما بتعدي بتزود شويه تايم وبتزود سكور. بتحاول ان انت توصل مثلا يعني التايم ما بيزيدش بتزود سكور. فبتحاول ان انت تزود توصل لهاي سكور وان انت توصل لعدد ليفلز كتيره جدا. أيوة. طب في الجيم بلاي نفسه بقى كل ما ناخد فراوليه او فروت بنقوم مدينها لبعض. ماشي وبعد كده التنين الكبير ده التنين الكبير ايوه السنيك الكبير ايوه لازم كل واحد يروح من ورا ومن قدام. ايه ده مالهم ببطء كده ليه؟ ما احنا بالبطء بقى. دي مش لغة عربية تماما. يلا احنا بنبقى اسرع كل راوند. طب هما بيجوا ورايانا دلوقتي. انا خلصت على فكرة. لا ما احنا تيم ما تمشيش ورايا وصحيتيهم وحاجة فشل. واحد يجري ورايا بسرعة قوي. طيب دي تحسيها باكمان العادية شوية. بس ما تصحيش الاشباح كلهم بيجروا وراكي. ماما اوكي بنروح بنروح. تركيز ماشي. ده هي دي with jumping يعني عشان فيها البتاع اللي بننط بيها دي بس. ده هما كمان بينطوا. عايش يلا خلاص لا فاضل تحت. ما انت عشان نوب. لا كل مرة انا بخلصها قبليه. ما حصلش. تعاليه تحت قبليه تحت. لا صحيت واحد لا كتير قوي انت واخدهم. انت مش واخد ولا واحد. احسن. لا عملت بوم. ساعديني ثانك يو. عليا مش عارفه انا عملت ايه. اوكي لا اوكي
لا 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 اتحبست اتحبست. اوكي انت لازم تجيلي حالا. جاي, جاي. احنا خسرنا. ايه ده ايه ده ايه ده احنا خسرناش. حاول بقى تبقى يعني احسن شويه في اللعبه. حاولي مش اول ما تعملي حاجه حلوه في اللعبه تبوظيها بروحك الرياضيه المعفنه. انا حتى باخد حاجتك انت بجد. على فكره احنا معانا قنابل. انا مستخدمهم. ما حصلش. ايه ده احنا ممكن نموتهم هنا؟ ايوه احنا ممكن نعمل حاجه؟ تقريبا احنا ممكن ممكن تركز. انا بحاول افهم الميكانكس بتاعت اللعبه. بس الجبنه والله عمال اعمل شغلك. ما حصلش. احنا خلصنا. والله ما حظك حظك وحش. ايوه تعالى لازم نحبسه ده صح ولا مش انا احبسه من ديلو. طب ماشي استنى اهو بس كده. حلو قوي كده كده ان كنترول. بس كده بس كده عايش. يلا انت جايه لي ليه؟ على فكره انا هو بروح شمال. انا عارف روح. انا ما عملش اي حاجه من ناحيتي. بص على فكره ليها باترن. انت تنط النطه تاخد الجبنه كلها وبعد كده. مش جبنه مش جبنه والله ما جبنه. باكمان عمر ما كان فيها جبنه. انا اتحبست. انا اتمسكت اتمسكت وبموت. انا بموت اهو. جايه. ده في قنابل صحيح. لازم نسمع في مستوى. ما حصلش ده باص. طيب حتى انت عشان عملتي سكيب احنا ما عندناش اي فكره. مع فعلا ايه ده ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم. انت ازاي اكس 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 هتلاقي نفسك بتنط. خد الجبنه كلها. اوكي ماشي. هنعمل ايه بقى؟ هنهرب منه ازاي؟ خد الجبنه دي. خدتها. عايز اروح. طيب انا باور اب. يلا اضربه دلوقتي. لازم نضربه. يعني حلو قوي الكلام ده. في واحد تاني. ده مش واحد. اوكي لا خلاص خلصنا. لا لسه خلصناش. ماشي انا عايز اخد التفاحه. فاضل 10 ثواني. التفاحه ما جبناش حتى اقل سكور. ايه هو اقل سكور؟ اللي هو 1.5 مليون. احنا 980,000. انت عارف احنا في ولا جيم مود جبنا السكور اللي المفروض نجيبه. احنا كل مره بنجيب كلاس. استني ممكن في امل؟ لا ما في. عارف كل ده بسبب مين؟ بسببك انت. بسببك انت طبعا. بتنسى ان احنا معانا قنابل ومش بتعرف تستخدم انت حاجه. بتحرق القنابل. اولا دي مش جبنه. كونك بس مش عارف اساسا الميكانكس بتاعت اللعبه الاساسيه. طيب انا مش عارف اقول لك دلوقتي حالا في الكومنت مين اكل الجبنه. عارفه بص كل جبنه. شكرا يا احمد يا عمرو. لو حد فيكم متاكد انها جبنه. احمد عمرو جبنه. هي بسكوت. بسكوت ايه؟ بسكوت يا جدعان. ده مش كائن. ده دايره مدور واصفر يبقى بسكوت. لا 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 مش قادر. ليفل اعاقه عالي قوي. احنا بنلعب باك مان يا جدعان عشان كده ليفل الاعاقه عاليه. لايك الفيديو عجبكم. قولوا لنا ما تقولناش في الكومنتس اللي هي بتقوله ده. قولوا لنا في الكومنتس ان هلا لو هي جبنه ولا مش جبنه. ايوه والله صح. وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا. باي باي.